السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن الحركة في النبات. زي ما احنا شايفين قدامنا هنلاقي إن احنا عندنا 5 أنواع من الحركة في النبات: حركة اللمس، حركة النمو اليقظة، حركة الشد، ودي هنلاقي فيها نوعين، في مثال محلق النباتات المتسلقة، أو في مثال تاني جذور الكرمات والأبصار. النوع الرابع حركة الانتهاء، والنوع الأخير الحركة الدورانية السيتوبلازمية. طيب نيجي مع بعض حركة اللمس، نركز مع بعض في الفيديو اللي قدامنا كده عشان نطلع بالمعلومة اللي موجودة فيه. زي ما احنا شايفين النبات اللي قدامنا ده اسمه نبات المستحية. نبات المستحية بمجرد ما نلمس الورق بتاعه يبدأ الورق ينطبق، أو الوريقات الصغيرة اللي موجودة فيه تنطبق على بعضها كأن جالها حالة ذبول. طيب الحالة دي ليه النبات بيعملها؟ الحيوانات اللي هي أكلة للعشب مجرد ما بتلمس ورق النبات يبدأ النبات يعمل حالة الذبول كحماية لنفسه من الحيوان أكل العشب، على أساس إن النبات يصبح كأنه نبات ميت، فبالتالي الحيوان يدور على النبات الأخضر اللي لونه فاتح على أساس إنه يتغذى عليه، لأن الحيوانات بطبعها تحب النباتات الخضراء عن النباتات الجافة، فبالتالي لما يصيبها الذبول تبان معاه كأنه نبات ميت، فبالتالي إنه يبحث عن نبات آخر يكون لونه أخضر، فبالتالي يبقى النبات حمى نفسه من النواية يصبح وجبة لأكلات العشب. طيب ده أول نوع عندنا اللي هي حركة اللمس. نيجي للنوع التاني حركة النمو اليقظة. نفس النبات اللي احنا اتفرجنا عليه من شوية النبات المستحية، ممكن بعض أنواع البقوليات بمجرد ما الليل بيجي ألاقي الورق يبدأ يقرب لبعضه وينطبق والنبات يصيبه ذبول. طيب الحالة دي بنسميها حالة النوم. طب مجرد ما النور يطلع أو ضوء الشمس يظهر من جديد يبدأ النبات عندي من تاني يحصل له حالة اليقظة، ويبدأ إيه الورق بتاعه ينفرد مرة أخرى بحيث إنه يستقبل أكبر قدر من ضوء الشمس. النوع التالت من الحركة اللي هو حركة الانتهاء. هنلاقي عندنا نباتات بتتأثر بمجموعة من العوامل. مجموعة العوامل دي هنتكلم عنها بإذن الله مع بعض في الجهاز الهرموني، هناخد الهرمونات في النبات ونشوف التأثير بتاعها. هناخد مبدئيا العناوين بتاعتها، ان بعض العوامل اللي قد تؤثر على النبات وتسبب نوع من انواع الحركه اللي بنسميها الانتهاء، قد تكون هذه المؤثرات يا اما ضوء، النبات بينتحي ناحيه الضوء زي هنشوف لقطه مع بعض، النبات بينتحي ناحيه الضوء، او الرطوبه، الرطوبه اللي هي نسبه الميه، جذور النباتات بتنتحي بحثا عن الماء. العامل الثالث اللي هو الجاذبيه، دايما الجذور بتنتحي ناحيه اتجاه الجاذبيه يعني اتجاه الارض، لكن بالنسبه للساق تنتحي بالعكس، تنتهي عكس اتجاه الجاذبية. النوع الرابع حركة الشد. هنلاقي عندنا النبات طلع منه محلاق بدأ يبحث عن أي دعامة حواليه. المحلاق طول ما هو بيبحث عن الدعامة بيفضل ينمو معايا بمرور الوقت بحث عن أي دعامة أو جسم صلب يتعلق بيه. طيب مجرد ما يلمس الجسم الصلب يبدأ المحلاق بتاعنا يلف نفسه حوالين الدعامة ويزداد قوة، ويبدأ يأثر من نفسه عن طريق عملية الالتفاف أو الالتواء، بيعمل حركة لولبية فطوله يقصر وبالتالي يسحب النبات في اتجاه الدعامة اللي هو واقف جنبها. طب نفترض إن ما حصل إن النبات مفيش أي دعامة حواليه، إيه اللي ممكن يحصل للنبات؟ قال لي مباشرة المحلق ده هيبدأ يذبل ويموت، ويبدأ ينمو محلق جديد يحاول البحث عن أي دعامة أخرى. يبقى نقول النقاط بتاعتنا: المحاليق تحتاج لدعامة صلبة، يبدأ الحالق أو ممكن نسميه المحلاق عمله يبدأ يدور في الهواء حتى يلامس جسم صلب، بمجرد ما يلمس جسم صلب يلتف حول الجسم الصلب بمجرد لمسه يلتصق به بقوة. تالت مرحلة يتموج، هيبدأ يكون موجة، الموجة دي بتعمل له حركة لولبية، الطول يصبح أقصر ما يمكن وبالتالي تسحب الساق أو يقترب الساق من الدعامة فيستقيم الساق. الحالق يصبح أكثر غلظة، يعني بترص فيه مجموعة من الأنسجة زي الخلايا الكولانشيمية هتديله قوة وصلابة أكتر، فبالتالي يصبح الإيه الدعامة بتاعت الجزء دوت أكبر ما يمكن، فتخلي النبات عندنا مستقيم وفي حالة رأسية. طيب لازم ناخد بالنا من مجموعة أشياء، إيه هي؟ المحلاق بيتحرك حوالين الدعامة. طيب لو لاحظنا هنلاقي فيه فرق في النمو بتاع الجانب الملامس للدعامة والجانب الآخر. الجانب الملامس للدعامة بيبقى ضعيف في النمو، على العكس الجانب الآخر بيكون سريع في النمو، فيبدأ الحالق يعمل حركة دورانية حوالين الإيه الدعامة بحيث إن هو يلتف حواليه.
بطء نمو المنطقة الملامسة للدعامة، تاني حاجة سرعة نمو المنطقة التي لا تلامس الدعامة فتستطيل، وبالتالي التفاف الحالق حول الدعامة. لو الحالق لم يحصل على أي دعامة أثناء هذه الحركة تمام، فإنه يذبل ويموت. ده بالنسبة للنوع الرابع اللي هو حركة الشد. نيجي نشوف مع بعض عندنا ليه حركة الشد، لكن المرة دي بنتكلم فيها عن الجذور. عندنا بعض النباتات اللي عندها جذور زي الأبصال أو الكرمات. النباتات دي الجذر بتاعها بيكون سميك وكبير في الحجم. ماذا يحدث؟ تتقلص جذور الكرمة أو البصلة فتبدأ بشد النبات إلى أسفل. طيب إيه اللي يحصل بعد منها؟ الكرمة بتاعتنا أو البصلة تهبط إلى المستوى الطبيعي لها، يعني تنزل تحت الأرض شوية، تغطس تحت الأرض أو تنزل على عمق. طيب ده هيفيدها في إيه؟ هتقدر تحصل على الماء اللي محتاجاه من التربة، لأن الجذور بتاعتها تقدر توصل لمسافات أكبر أكثر عمقا. تاني حاجة إدت قوة وصلابة للنبات وتدعيم وتثبيت في التربة، فبالتالي يقدر يقاوم التيارات الهوائية، يعني لو في رياح شديدة ما تأثرش فيه. ليه؟ لأنه مثبت نفسه، دافن الرأس اللي هو جزء كبير، الجذور بتاعته كلها تمام مدفونة في قلب جزء كبير أو على عمق كبير من التربة. نيجي مع بعض كده لمقارنة سريعة ما بين الحركة في الشد بالمحاليق اللي شفناها من شوية وحركة الشد بالجذور. من حيث المفهوم، الشد بالمحاليق التفاف محلاق النبات المتسلق حول الدعامة، وبالتالي يشد الساق في اتجاه الدعامة. طيب النوع الثاني، حركة الشد بالجذور، تتقلص جذور السيقان الأرضية، سيقان أرضية المخزنة كالكرمات والأبصال فتشد النبات الأسفل. تعال للنقطة الثانية، كيفية حدوث الحركة. عرفنا ان في النبات المتسلق الحالب يدور في الهواء بحثا عن اي دعامة، بمجرد حصوله على دعامة او على جسم صلب يلتف حول الدعامة بمجرد ما اللمس، ويبدأ في عمل حركة من التموجات، وبالتالي يقترب النبات او ساق النبات تقترب من الدعامة، ويتكون بعض الانسجة التغليظية التي تعمل على تدعيم النبات، وبالتالي يصبح في وضع مستقيم. طيب لو جينا للشد في الجذور الشادة، هنلاقي الجذور للكرمات أو البصلة تشد النبات لأسفل، فتهبط الكرمة أو البصلة إلى المستوى الطبيعي الملائم لها. طيب إيه الهدف بالنسبة للأولانية أو حركة الشد بالمحاليق؟ شدت الساق فأصبحت الساق مستقيمة. طب بالنسبة للجذور الشادة، جعلت الساق الأرضية المخزنة دائما على بعد مناسب من التربة، فبيزيد من تدعيمها وبيأمن الأجزاء بتاعتها ضد الرياح، يعني بيحميها ضد الرياح أو تيارات الرياح الشديدة. الأمثلة بتاعتنا عندنا الحالة الأولانية اللي هي الشد بالمحاليق زي نبات البازيلا اللي هي بنقول عليها البسلة. النوع التاني أبصال النرجس. ده بالنسبة عندنا لكل المعلومات المتاحة عن حركة الشد بالمحاليق وحركة الشد بالجذور الشادة. نيجي مع بعض لآخر نوع، الحركة الدورانية السيتوبلازمية. شفنا مع بعض في الفيديو اللي قبل ده، شفنا خلايا نبات تحتوي على البثة الخضراء، وبرضه هنشوفها مع بعض حاليا اهوتي زي ما ظاهر قدامنا. هنلاحظ مع بعض في الفيديو اللي موجود قدامنا أداة حركة البلاستيدات الخضراء الموجودة في أحد النباتات المائية. هنلاحظ إن البلاستيدات بتتحرك عندنا حركة شبه دائرية أو حركة دورانية مستمرة داخل الخلية، وبيكون عندنا في اتجاه واحد تمام. لو لاحظتوا الاتجاه ده تقريبا عامل زي اتجاه دوران عقارب الساعة. من أهم خصائص السيتوبلازم الحي إن هو بيكون في حالة دوران مستمر في الخلية. طيب ليه السيتوبلازم في أي خلية لازم يكون في حالة دوران؟ لأن في مجموعة من الأنشطة الخلوية لازم تتم، فلازم السيتوبلازم يكون في حالة حركة حتى تتم هذه الأنشطة. تعالوا نشوف مع بعض زي ما هو ظاهر قدامنا كده في الفيديو. ادي حركة السيتوبلازم، وادي حركة البلاستيدات الخضراء، ودي اللي وضحت لنا ان السيتوبلازم بيتحرك في المجهر. جدار الخلية عرفنا ان هو من جوه مغطى بالسيتوبلازم، كل الخلية العضيات بتاعتها موجودة داخل السيتوبلازم، وبالتالي استدلينا على حركة السيتوبلازم في
الخلية الحية من حركة البلاستيدات الخضراء. ده كل المتاح عندنا عن الحركة في النبات. بإذن الله مع بعض في الفيديو القادم هنتكلم عن الحركة في الإنسان. أتمنى لو في أي أسئلة أو أي استفسارات ألاقيها في التعليقات. شكرا على حسن استماعكم، مع السلامة.